سيبشنوني سيبشنوني. مين اللي بيناد؟ انا. عاوز ايه يا واد يا عوض؟ سيدي الكبير عاوز سيدي الصغير. بشنونه مش هنا. يعني راح فين؟ سيدي الكبير قال لي اجيبه في التو والحال. خير يا والد؟ فيه ايه؟ مش عرفني في ايه. هو فين؟ هو روح كده يمكن تلاقيه حدا النخل، ولا اقول لك يمكن يكون راح الكنيسه. يعني راح فين؟ ايه؟ بقول لك روح حدا النخل، ما لقيتوش روح له الكنيسه. يعني هو حدا النخله ولا حدا الكنيسه؟ اقول لك روح له الاثنين. الاثنين؟ لسه هستنى يوم الاثنين؟ ما يضرش. تعرف يا ويسا اللي زعلان من روحي جوي يا اخويا. زعلان من روحه ليه يا بشنونه؟ هو كان حصل ايه؟ عشان ما قدرتش اكمل التدريب الروحي اللي جالي عليها ابونا. كيف ما قدرتش؟ كان حداكم ضيوف. ابدا، الوضع هو ضايقني، قمت هبيت فيه وزعطته. وده بقى اللي خلاك ما تصليش؟ الشيطان قاعد يقول لي كيف تصلي وانت مزعل عوض الغلبان؟ كيف تقول يا رب وهو ابو الغلابه؟ ونمت يا اخوي من غير ما اصلي. لا يا بشنون، هو انت يعني عشان زعلت منك الوضع عوض كنت بطل صلاه؟ الحل مش في البعد عن الصلاه، الحل انك تقوم دلوقتي تصالح عوض وتصلي. ايوه يا ويسا عندك حل. يا سي بشنوني يا سي بشنوني يا سي بشنوني يا سي بشنوني. اهو زكى عوض. مش دعوه انت. سامحني يا اخوي، انا اخطيت في حقك. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا بكيت نفسي كتير على اني زعجت فيك وزعطتك وانت غلبان مالكش غيرني. سامحني يا عوض، سامحني عشان خاطر ربنا يسامحني. ربنا سامحنا كلنا يا بشنون. كنت هنسي سيدي الكبير قال لي اديلك في التو والحال. ليه بعافيه ولا حاجه؟ ما قاليش. طب الزرع حصل له حاجه؟ برضه ما قاليش. يا ده انت تقول في ايه؟ انت بتزعجني ليه؟ هو سيدي الكبير قال لي روح اناديلك في التو والحال. كيف حالك بقى؟ انا ماشي، سلام. يا دي عقل. خلاص روح انت ونتقابل بالليل في الكنيسة. انت مش تيجي معايا ولا ايه؟ لا انا هروح مشوار تاني كده، هروح لخالي، بس انا بفكر يعني اخطب وبعدين اتجوز، واول عيل هجيبه من صلبي هسميه على اسمك بشنونة. ربالك. لا ربنا يبارك لك انت. اما انا فليها طريق تاني. صدقني يا ابراهيم يا صديق عمري، لك وحشة كبيرة جوي جوي. 12 سنة يا اخوي مروا زي الحلم. حد قالك تسافر وتتغرب؟ اكل العيش يا اخوي. اهو بشنونة جه اهو. قرب يا ولدي، قرب يا بشنونة. خير يا اخوي؟ حب على قد عمك ابراهيم. ازيك يا عم ابراهيم؟ بشنونة والله كبرت يا ولدي وبقيت عريس. ايه مش عارفني يا ولدي ولا ايه؟ ده عمك ابراهيم ابو فيبي اللي كنت بتعلمها التراتيل والمدايح. ايوه. ازيك يا عم ابراهيم؟ كيفك وكيف فيبي واهل بيتك كلهم؟ بيسلموا عليك يا بشنونة يا ولدي. والله العيال كبرت وكبرتنا. اسمع بقى يا بشنونة يا ولدي، اكيد ما نفسك تشوف فيبي. السنين عدت بسرعه قوي يا عم ابراهيم. ايوه يا ولدي انت كبرت وفيبي كمان كبرت. ربنا يبارك لك فيها. أنا من زمان أقول إن فيبي البشنونة وبشنونة الفيبي، والحمد لله اللي جه اليوم اللي بيتحقق فيه كلامك. صح. ما فهمش قصدك يا أبوي. قال لي يعني الواد مش فاهم إن اتفقت مع عمك إبراهيم. خطبتها لك يا ولد، افرح بقى. إيه اللي هتقوله ده يابا؟ هقول إن إحنا هنفرح بيك وفيبي. مين اللي قال لك يابا إني عايز أتجوز؟ أباي ليه يا ولدي؟ يا فيبي مش ند عليك. العفو يا عم ابراهيم، فيبي طيبة وصالحة ومن بيت أصيل وتعجب الأمير، لكن أنا ما ناويش أتجوز مصر. يبقى حاطط عينك على غيرها. لا هي ولا غيرها. أنا نذرت نفسي من الرب. قلت له يا رب أنا سلمتك حياتي. أنا هترهبل. هترهبل؟ عقول ايه يا ولدي؟ تترهب من كيف؟ ايوه يابا هترهب.
بس يا ريت المسيح يقبلني. طول بالك بس وفهمني، هو جالك دي قدام الراجل؟ ايوه، امال انا بقول لك ايه من الصبح، ده خلاني في وسط هدومي. يمكن البنت مش لد عليه جالك دي عشان يعني ايه قصدك، يعني يخلص منها؟ ايوه. لا ده كان بيتكلم جد، وبعدين انت عارفاني ما عمروش يعرف يكذب واصل. قولي لي بقى اعمل معاه ايه؟ تقوم ترتاح والصباح رباح. تفتكري يعني هنقدر نغير اللي في عقله؟ هو الليله دي سهران في الكنيسه، وبكره الصبح ان شاء الله انا هكلمه ولا يكون عندك فكره. تعرف يا ام بشنونه، لو ولدك ده كان ناوي يعملها بصحيح ويترهبن، تبقى دي القشه اللي قسمت ظهر البعير، دي اللي هتكسم وسط الصح. امال هسيب كل اللي عندينا ده لمين؟ ما تقولش كده، اللي ربنا حيريده هو اللي حيكون، احنا حنعترض على ارادته؟ عندك حق، لتكن ارادتك يا رب. طيب الماء تارك حمول تنشال ماشي، سيب المال تارك حمول تنشال، عارف بانك انت تهديني لراحة البال، لراحة البال. عزم اللي
وصل بشنون مسيرته مجتازا في الكفار والجبال حتى وصل إلى دير أبو مقار. صباح الخير يا جوتسم. صباح الخير يا أخي. أنا اسم بشنون. خير؟ زيارة ولا طالب رهبنة؟ لا بإذن المسيح طالب رهبنة. يظهر عليك إنك جاي مشوار بعيد قوي. من آخر الصعيد بس ربنا بيعين. الحمد لله على سلامتك. اتفضل استريح على مدي أبونا رئيس الدير خبر. ربنا يباركنا فيك يا أبونا جرجس. ربنا يباركنا فيك يا أبونا جرجس. اتفضل. عندك ورق صابون؟ تعال. وأنت منين يا ابني؟ أنا من الصعيد يا أبانا، واسمي بشنونة. طيب يا بشنونة، فكرت كويس يا ابني. أمر المسيح أيه يا ابني؟ الطريق طويل وصعب والباب ضيق. مش الكتاب المقدس هيقول ادخلوا من الباب الضيق؟ ربنا يبارك فيك يا ابني. انت هتقعد معانا هنا فترة اختبار، واللي حيرشدنا بيه روح الرب هيكون. متشكر يا ابوي. ابونا متياس. نعم يا خد بشنونة وعلمه. ابونا متياس هو اللي هيكون مسؤول عنك. حاضر يا ابي. حنيني يا تعال يا حنيني. عشان ما حبك هو هدفي في حياتي، عشان ما خدني من حنيني وذكرياتي، عشان ما حبك هو هدفي في حياتي، عشان ما خدني من حنيني وذكرياتي، اتلك بحاول أبقى ليك خادم مطيع، اتلك وحاسس متياس. أخبرت الميزة بشنونة إيه؟ أنا أشهد قدام المسيح يا أبي إن بشنونة إنسان وديع وهادي ومواظب على الاعتراف والتناول ومداوم عليهم وبيخدم الكبير والصغير. طيب اسمع يا أبونا متياس، خد أبونا سمعان وأبونا أندراوس وعملوا له زيارة ليلية، وربنا يجعله نصيب الصلاح. حاضر يا أبي. يا رب يسوع المسيح الذي لا يريد موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، اغفر لي يا رب خطاياي وجهلاتي، وقويني على مواصلة طريقي. يا رب أبائي وإخواتي الرهبان ولباس الصليب احفظهم
وضمني يا رب إلى قطيعك. هفواتي وزلات لساني لا تحسبها، وارحمني أنا الخاطئ، واحفظ أولادك من العدو الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بارك لنا فيك يا ابانا. الرهبنه هي حياه مقدسه جوه القلب، وهي موت عن العالم بكل شهواته وبكل رغباته، سواء جوه الدير او بره الدير. ابنك اختار الطريق الزين يا ام بشنونه. معك حق يا ابوي، بس 3 سنين دلوقت ولا جات لنا منه رسائل ولا اي حاجه تطمننا. يا ترى ولدي عايش ولا ميت؟ مريض ولا بتتالم؟ جرالك ايه يا ابو بشنونه؟ ما انا قلت لك ابنك بخير والرب محافظ عليه. ايه عاوز واحد يحب ربنا كده والرب يتخلى عنه؟ ده كلام. بس يا ابونا نطمن عليه. اني هطمنكم عليه قريب. كيف يا ابونا؟ رفايل خادم الكنيسة مسافر هو ولد العيان يزور الدير، واني ناوي اشيع معاه رسالة لبشنونة. ايه رأيكم؟ تحبوا انتوا كمان تشيع رسالة؟ كتر خيرك يا بونا، اني مش هنسلك الجمل ده وهاصل. ايه الغيبة دي يا رفايل يا ابني؟ حللني يا بونا، مرض ولدي خلاني مش عارف راسي من رجلي. ربنا يشفهولك. هو عنده ايه؟ زي ما جوزك شايف كده، ايديه ورجليه متشنجين على طول، مش عارف يفردهم، ودايما ماسك فيا ما بيفوتنيش واصل. معلش يا ابني صلي واكيد ربنا هيشفي. هو اسمه ايه؟ اسمه بولس يا ابونا، صلي من اجله. صلوات العذراء والقديسين. ايه على فكره يا ابونا، انا جاي ابلغ رساله لراهب عندك في الدير، اصله من بلدنا. واسمه ايه الراهب ده يا ابني؟ بشنونه. قصدك أبونا بشنونة؟ والرسالة دي من مين؟ من والده وجدس أبونا حنة. يا أبونا إسحاق. نعم يا أبونا. ابعت هات أبونا بشنونة. حاضر يا أبونا. السلام عليكم. بعت لي أبانا؟ أيوة، جات لك النهاردة يا أبونا بشنونة رسالة من البلد، جابها لنا حبيبنا رفائيل. أسيبك أنا دلوقتي معاه عشان تتكلموا مع بعض. كيف حالك يا ابونا وكيف صحتك؟
نشكر ربنا. قلت سابونا حنا بعت لك السلام واهل البلد كلاتهم وابوك وامك. يا رب يسوع، ده انا متوحشهم قوي. وكيف ابونا حنا وابوي وامي واهل البلد كلهم؟ بخير والحمد لله. معلش يا عمرو فقير، تعبناك معانا، ربنا يعوض. لا تعب ولا حاجه. الا قول لي يا بولس، انت لساك تعبان ولا ايه؟ ايوه ابونا، ويا ريت تصلي له عشان ربنا يرفع عنه. قول لي يا بولس، عايز تخف؟ طب اطلب من ربنا، ده ربنا حنين قوي يا ولد. قوم بينا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. الحمد وشكر ليك يا رب، فليتمجد اسمك يا رب، فليتمجد اسمك يا رب. اسم الصليب. الواد ما كانش قادر يمشي يا رفائيل، ايه اللي حصل؟ ابونا بشنونه صلى له والرب تمجد معاه. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. شفت يا بابا شنونه؟ ابنك بخير وبعت لكم السلام كمان، وصلى البوليس ابني والرب تمجد معاه وشفي. طمنا على صحته، بياكل ولا داع؟ ما هو قال لك انه بخير، اطمن بقى. الحمد لله اللي ربنا طمنا عليه. دلوقتي بس اللي قلبي ارتاح. نفسي اشوفه. هو قريب هيجي يزور البلد ويصلي في الكنيسه. اشكرك يا رب. شفت المعجزه اللي عملها ابونا بشنونه؟ هي معجزه واحده. وظل ابونا بشنونه لسنوات عديده داخل الدير يصنع المعجزات والعجائب بقوة صليب الرب، حتى زاع صيته وسط الرهبان وطلب من رئيس الدير التوحد في مغارة من مغائر الجبل. يا حبيبي التوحد مش سهل زي ما انت فاكر. أني عاشم في ربنا كبير، هو هيجوين يا ابو. طيب يا حبيبي، اديني فرصة استشير أباك. ها قولكم ايه يا ابانا؟ في شيوخ كبار فشلوا انهم يتوحدوا. وانا راي يا ابونا اننا ننصح بعدوله عن الفكره دي. ايه رايك يا ابونا متياس؟ انا رايي يا ابي اننا ندي لابونا بشنونه فرصه انه يحقق مشتهى قلبه. واتسن تتحمل المسؤوليه. انا شايف ان ربنا مع ابونا بشنونه وحيقويه على صعوبات الوحده، ولا ايه راي قدسك يا ابونا ابراهيم؟ اله السماء يعطينا النجاح، ونحن عبيده نقوم ونبني. طب احنا نقوم نصلي ونشوف روح الرب هيرشدنا لايه. اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات. وأرشد روح الرب رئيس الدير والآباء الرهبان بالموافقة له على التوحد، وجلس في المغارة وداوم على الصلاة والعمل. يا رب، لعدة سنوات. لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. أنت يا رب، أنت هو ناصري، مجدي ورفع رأسي.
صوتي إلى الرب صرخت، استجاب لي من جبل قدس. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن الرب ناصري فلا أخاف من روعات الجموع المحزين بي القائمين علي. قم يا رب، قم يا رب خلصني، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان الخفاة سحقتها يا رب الخلاص، وعلى شعب البركة هللويا. بشنونة تقوى يا حبيبي بشنونة، الرب عالم بجهادك، لا تؤثر عليك مكايد الشيطان ولا يقوى عليك رؤساء الظلام. ابونا ابراهيم هو واقف بيصلي معانا، وقع. شو الصديق هو فين دلوقتي؟ خليته يا ابونا. طب خدني معاك نروح له. خدني خدني. نشكر ربنا ان انت جيت في الوقت المناسب يا بشنونة. انا مشتاق لقدسك ومشتاق قوي لتعزياتك. ربنا يعزي قلبك ويشددك. طبعا انت عرفت ان ابونا ابراهيم وكيل الدير مريض. ايوه ديت، ربنا هو الشافي. ايوه بس يا بشنونة، المون بتاعت الدير قربت تخلص، وابونا ابراهيم هو اللي كان بينزل القاهرة علشان يشتري لنا احتياجات. ربنا يتمم شفاها بسرعة ويعود النزول. أنا عارف ظروف الدير وعرة قوي. أنا عايزك أنت اللي تنزل يا بشنون. أنا حللني أبانا، أنا راهب متوحد، كيف نسيب دلايتي وننزل عالم؟ ما نقدرش، عارفين من الأمر ده. اللي يخدم إخواته ويراعي مصالحهم الرب يحسب له التعب، وعلى ابن الطاعة تحل البركة. معرفش نقول لك ايه اللي تؤمر بيه أبانا، لكنني ما نعرفش حاجة في مصر. زور ابونا ابراهيم فقليته، هو حيقول لك على كل شيء. ربنا يتحنن عليك يا ابونا ابراهيم ويرفع عنك. كويس كويس، كيفك يا بشنونة؟ كيف حالة الوحدة معاك في الجبل يا ولد؟ هو منجاهد يا ابوي عشان ربنا يتحنن علينا ويغفر لنا خطايانا الكثير. ربنا يرعاك يا ولد، ثبت جهادك في المسيح. عقول لك يا بشنونة، انا قلت لابويا راس الدين انك تتولى شؤون الدين من بعد يا ولد. ربنا يديك طولة العمر يا ابونا ابراهيم، لكن أنا عارف هتقول لي يا بشنونة، هتقول لي كيف أسيب حياتي الوحدة مع ربنا في الجبل. الدير هيحتاج لك يا ولدي، وبعدين يا ولدي أنت هتتحمل السفر عني زي ما أنت شايف يا ولدي، سن كبر بيا. بشنونة خليك فاسق في ربنا يا ولدي، إنك هتخدم وني في الدير ولا في مغارتك. قول لي تكون مرادتك يا يسوع. لتكن إرادتك يا حبيبي يسوع. أقول لك يا بشنونة، لما تتدلى مصر المحروسة اسأل عن سوق كبير هناك،
هناك يا ولد هتلاقي وكالة المحلة. أصحابها ولا إيمان سادي فيعرف ربنا ويخدموه في أموالها. وأبويا رئيس الدير هيديك رسالة ليه. هم يا ولد هيدبروا كل حاجة. حاضر حاضر يا أبوي. ربنا معاك يا ربنا معاك يا ولد. تروح وتيجي بالسلامة يا حبيبي. خلي بالك على نفسك اوعى المدينة تاخدك. انا خايف يا ابوي الرحلة دي تلهيني عن مزامير وصلاتي. ملاك الرب حول خائفين وينجيهم ما تخافش. انت معاك المشغولات اللي عملها اخواتك بيعها، والفلوس اللي تجيلك نصها سيبها لدير البنات اللي في الزهري، والنص التاني اشتري لنا احتياجات الدير. حاضر يا ابوي حاضر. صلوات صلوات العذراء والقديسين يا حبيبي. تروح وتيجي بالسلامة يا بشنونة يا حبيبي. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. ايه يا ولادي مالكم قاعدين كده ليه؟ ايه يا بيت مال تبكي ليه حبيبتي؟ ماذا بتاعتنا ضاعت فين؟ انا عايش ابونا هيموتنا من الضرب. دي العنزه دي هي اللي بتوكلنا. طب انتوا ما خدتوش بالكم منها ليه؟ ما احنا كل يوم نسوقها ترعى ونقعد نفطر. ايه اللي حصل النهارده؟ طب انا هقول لكم على حاجه تريحك. انتوا مش بتامنوا بربنا يسوع المسيح؟ ايوه بنؤمن بربنا يسوع المسيح. يبقى خلاص، لان الرب يسوع قال ايه؟ قال كل ما تطلبونه باسمي يعطى لكم. وكل ما تطلبون يعني ايه؟ يعني كل حاجه مش مجرد عنزه. واحنا عندنا ايمان في كلام يسوع المسيح عشان كده تعالوا نقول يا رب باسم يسوع المسيح رجع لنا العنزه. نقول ايه؟ يا رب باسم يسوع المسيح رجع لنا العنزه. اهو جابها. ها العنزه جت. ايه العنزه جت العنزه جت. شكرا يا رب شكرا. صباح الخير يا بطل. صباح الخير يا فرج. صباح الفل يا عم جرجس. نهارنا ابيض ان شاء الله. صباح الخير يا معلم. اصطبحنا وصباح الملك لله. ايه حكايه الجماعه النصارى دول؟ وكيل الجو. اسكت راجل اسكت. ده انت راجل طيب بقى. الوكلين الجو قال ده دول شفتين السوق بزباينه. زبون رايح وزبون جاي، زباين رايحه وزباين جايه. نفس ربنا يكرمنا بزبون واحد. صباح الخير يا عم يوسف. يا صباح الفل يا صباح النرجس يا صباح الياسمين. بكام الشال الحرير ده؟ ده عشان خاطرك بدينار واحد ان شاء الله. بدينار؟ ايوه. استنى استنى، ده عشان خاطر الكتكوت الحلو ده احنا هنكرمك. عم جرجس بيبيع ارخص من كده. يا سلام، ارخص من كده؟ ايوه، اختي شارياه امبارح بنص دينار بس. نص دينار؟ عايزه تفرسني نص دينار. بقول لك ايه، ورينا عرض التافت وروح بقى اشتري من جرجس بتاعك ده. لو كده ما تزقش. يلا 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 يا ام جرجس. انت ايه انت ايه انت اللي جايبني لورا؟ انا نفسي افهم حاجه. عايز اعرف جرجس ازاي بيبيع البضاعه بتاعته برخص التراب ازاي؟ يعني ما انتش عارف ازاي. اي قافله بتعدي بيشتروا البضاعه اللي فيها، عشان كده بضاعتهم ارخص. قافله قفلة 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 هي قفلت. بما اني انا بفتح المحل كل يوم الصبح، عايزك بقى انت تقفله وتلم البضاعة وبقى حصلني. بقى حصلني بابا جيركس. حاضر. انا مش فاهم، اجيبها من هنا ولا من هنا؟
نفسي افهم ازاي الجماعه دول واكلين السوق، وايه الاسعار اللي بيبيعوا بيها دي؟ معقوله؟ ايه مالك يا راجل، انت بتكلم نفسك؟ اكلم نفسي. قولي هتجنن كمان شويه ليه؟ كنتش بتحب جديد؟ احب جديد ايه؟ وانا قادر عليكي، قادر على مصاريف واحده عشان اجيب واحده تانية تاكل اكلي. امال مالك بقالك كام يوم كده مش على بعضك وانا مفوتالك؟ الجماعه النصارى بتوع وكاله المحبه اللي فاتحين قصادي. مالهم النصارى كمان؟ واكلين السوق، بلعينه، شافطينه. انا مش قادر افهم، مفيش حد بني ادم في السوق قادر يشتري او يبيع منهم. ما هو انت اللي جبته لنفسك. جبته لنفسي ازاي؟ يعني انا قلت للزباين ما تشتروش من عندي وروح اشتروا من بقيه السوق. طمعك وغلو بضاعتك هو اللي مطفش الزباين. بقولك يا شوشان، اعملي معروف، انا مش ناقصك انت كمان. طب واللي يحلها لك تديله ايه؟ هجيب لك جلابيه جديده. جلابيه؟ طب خليك بقى في اللي انت فيه احسن. امال عايز ايه بس يا مراتي؟ عاوزه 1000 دينار. 1000 ايه؟ 1000 دينار. 1000 دينار؟ انا حامل 1000 دينار. ده انا اقفلها، اقفل المحل، اجيب طرفه. ده البضاعه اللي في المحل كلها ما تسواش 1000 دينار. مراتي وطمعانه فيا. خلصت الحبتين بتوعك؟ موافق ولا لا؟ امر لله، موافق. قوليلي بقى اعمل ايه؟ طب هتوي. هقول امال ايه؟ اتاخرنا قوي النهارده يا ولد. يعني هنعمل ايه يا عم جرجس؟ يعني كنا هنقول للزباين امشوا؟ لا ابدا، ربنا يزيد ويبارك يا ولدي. قافله الحاج عبد الله المغربي هتوصل بكره، عايزين ان شاء الله نجهز فلوسها. ان شاء الله ربنا يدبر. ارحمنا 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 يا الله. ويفوض وكيله وعلى الله التكال. يا تجار مصر الكرام، سمعت يا دكتور المنادي بيقول ايه؟ يا اهل الحي، هو بتعمل ايه؟ خش المزاد باذن ربنا يا عم جرجس. ان شاء الله. صباح الخير يا معلم. اهلا عم الشيخ بركات، عاش من شافك يا راجل. الله يخليك. اتفضل، اهلا وسهلا يا عم الشيخ بركات. اتفضل. الله يعز اقداركم ويبارك لكم. عناب يا فرج. ارجوك اعفيني من العناب. بلاش عنا قهوه يا فرج. ولا حتى قهوه. ودي تيجي. انا جاي لكم في كلمتين وعشمي انكم ما تردونيش. انت تؤمر يا عم الشيخ بركات. قافلة المغربي وصلت. انتم ناويين تدخلوا المزاد؟ ايوه، زينا زي كل التجار. هو في ايه يا شيخ بركات؟ طبعا انتم تعلموا جيدا يا جماعة ان القافلة اللي وصلت فيها حراير واقمشة وفيها كمان توابل وجواهر. ما طول عمر القوافل بتيجي مشكلة بضاعة من ده وده. كل اللي انا برجوه منكم انكم تزايدوا على الحراير والاقمشة، والله يبارك لكم فيها. اما بالنسبه للتوابل والجواهر فنسيبها لنسها. قولكم ايه؟ يا سلام يا عم الشيخ بركات، غالي والطلب رخيص، ولو ان ده هيخسرنا كتير. شوف يا عم الشيخ بركات، احنا بنتعامل مع الناس بالحب والمعامله الطيبه. بلغهم تجار الجواهر والتوابل دول ان احنا مش هننافسهم في المزاد، وان احنا هناخد الحاجات بتاعتنا بس. بارك الله فيكم، ما هو ده عشمي برضو. ارجع بقى ابشر اخواتكم. ما بدري يا عم الشيخ بركات. كتر الف خيرك يا معلم. مع الف سلامه. سلام يا معلم. شرفتنا يا عم الشيخ بركات. مع السلامه. مع السلامه. انا مش فاهم في حاجه غريبه بتحصل يا إلي وانت نايم في العسل. يا إلي يا إلي. ده انت اللي زي العسل. ايه يعني اللي بيحصل؟ طفله جايه كلنا هنخش المزاد، ايه الجديد فيها؟ الجديد يا إلي يا شريكي يا عزيزي يا حبيبي يا صديقي، ارحمني. الجديد زياره الشيخ بركات للجماعه دول. يا راجل، والشيخ بركات زار الجماعه دول؟ ايوه. وانت ده حصل قبل ما سعادتك تشرف يا راجل.
هو انا شرفت قبل ما ساعتك توصل انت هتنقطني هو انا وصلت طبعا طبعا ايوه بس انا مش هسكت انا هاخد بنصيحه شوشانه شوشانه مين شوشانه شوشانه مراتي تعدى مني قعد فرزني ما انت لاقي مكتبك من غيرها كانت بتعملك التواجد وتعيشها في بطنك في ايه مالك انت هتعايرني مش عايرك ايوه بس انا جات لي فكره ايوه ما بقاش انا يوسف عميد تجار اليهود بالقاهره اما خليت مؤامراتهم دي تتقلب عليهم اسمع يا ولد ايوه وكالت اللي حابة نروح لها منين ايه اللي على مين دي متشكر يا حبيبي العفو اهلا بيك يا ابونا اهلا بيك يا ولدي تفضل يزيد تفضل انا بشنونة من دير ابو مجار مين فيكم المعلم جرجس انا يا ابويا طب شوف يا معلم جرجس انا جاي من طرف ابونا ابراهيم هو بعافيه شويه وبعتني ليك عشان نقضي احتياجات الدير اطمن يا قدس ابونا كل احتياجات الدير ولوازمه واي حاجه عايزها الدير حتكون عنده تمام في الوقت المناسب ربنا يبارك لنا فيكم تشرب ايه يا قدس ابونا لا ملوش لازمه ملوش لازمه كيف وادي يا فرج نعم معلم جرجس شوف الحمار اللي بره ده دخله الوكاله وهات لنا عناب تحت امرك يا معلم ايوه يا معلم يوسف قول لي يا حبيبي هات بق الله ساعه ولذيذه مين الراجل اللي دخل عندكم المحل ده يا فرج ده ابونا بشنونه من دير ابو مقار جايب بضاعه بشنونه بضاعه مع السلامة مع السلامة مع السلامة بقولك انت جايبني الورق وانتو كيف احوالكم هنا في مصر نشكر ربنا وتسابونا بس ربنا يبعد عننا الشيطان وافعاله ربنا يسمع لك يا ولدي العناب اللي وتسابونا كتر خيرك يا ولدي اللي بقول يا معلم جرجس كنيسة الزهر الروحة كيف قريبة من هنا في شارع السد طيب ممكن توصفها لي قصدي اول مره ننزل فيها مصر ما تحملش هم يا ابونا فرج حيوصلك نشكر ربنا على وصلك بالسلامه يا ابونا بشنو مصر اكيد يا ابونا الرحله كانت متعبه صدقني يا قدس ابونا سويرس ربنا هون علي الرحله دي بشكل يعني انا ما نعرفش حاجه في مصر لكن سبت نفسي في ايد ربنا لقيتني بنتقل من حته لحته ومن جهه لجهه لحد ما وصلت نشكر ربنا يا ابونا نشكر ربنا انت نورت مصر يا ابونا وايه اخبار ابونا رئيس الدير وابونا ابراهيم هم بخير يا قدس ابونا وبعتين لك السلام بس ابونا ابراهيم يعني بعافيه شويه صلي من اجله ربنا ياخد بيد وعافيه ابونا ابراهيم ده بركه كبيره وعشره عمر بحق يا قدس ابونا اني طالما نزلت القاهره يعني نفسي من عيني نروح نزور سيدنا البطرك الانبا يوحنا سهله قداسه البابا موجود في كنيسه ست العدل اللي في حاره زويل بركه الصلوات هتكون معانا اشفعي فينا يا ام النور ايه اللي جابك هنا يا مشمونة؟ هو انا كل ما اروح حته الاقيك كل ما اروح حته الاقيك انت ورايا بس يا ولدي بس يا ولدي في يا ولدي ارحمنا يا بوني الشيطان ده جاي مد نفسه ومعذبنا معاه ارحمنا يا بوني ده جاي قصدك يا بوني مسؤول صلي يا بوني حال الضعف يا بوني صلي معاه الإله الواحد آمين
يا رب يا يسوع المسيح. لا لا مجد يا رب. لا يا ستي يا عدرة ادخلي وانقذي ولدك. اخرج منه. لا 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 مش خارج مش خارج. اقول لك اخرج منه. مش خارج. انت معيش تسيبه ليه؟ ها المكان ده مش مكانك. بقولك مش خارج. وابعد ابعد عني. بدل ما دي اخرج منه ولا اخرجك. تحرق. طوريني وريني ولا خلي مملكتي كلها مملكتي كلها تحرق. وريني اخرج منه يا ملعون باسم يسوع. لا ربي مش لا لا امرك تخرج منه. بالقات طب خلص 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 الروح القدس الاله الواحد. اخرج امين. اخرج بس من عينه. اخرج من رجله من عينه. اخرج. لا اخرج من رجله. المعلم بوطو. اهلا. قهوه يا فرد. علشان ايه القهوه؟ اكرام الضيف يا جنابه. ده بالضرايب موظف حكومي ومش مفروض يشرب قهوه مع العميل. بلاش قهوه اوامرك. الف دينار. خبر ايه؟ ما احنا دافعين الضرايب الاسبوع اللي فات. دي مساعدات لجيش الوالي. واحنا مالنا وما الجيش الوالي. هات يا بطر وما تتكلمش. وادي يا سيدي الألف دينار. شوف يا كاتب في ايه تاني متأخرات على الوكالة. حاضر. ليهم أرض في الشرقية بيندفع عليها 90 جزية في السنة وبقالهم يجي 3 سنين ما دفعوش. يعني المجموع قول يجي 6000 دينار. لكن الأرض دي احنا بعناها من 3 سنين. يعني إن كتب دفاتر الحكومة ونصدق جنابك هتدفع ولا نحجز. بس يبقى ده ظلم. هو احنا بنسرق 6000 دينار كتير يا أخوي. يا معلم جرجس ما تعقد شريكك ولا احجز على الوكالة. خلاص امرنا لله. هات يا ولد 6000 دينار اديهم له. عايز حاجة تاني؟ لا كفاية كده النهاردة. النهاردة؟ ولسه في بكرة تاني؟ هنراجع الدفاتر ولو كان في اي حاجة هنرجع لك تاني. بنعوض علينا في شقانا وتعبنا. انت بتقول حاجة يا معلم جرجس؟ ما بقولش. يلا بينا. ايوه كده اهو كل يوم من ده لحد ما افلسكم واخليكم تشحتوا. يا ليه انتم صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا امنا. انا بشنونه من دير ابو مجار. اهلا وسهلا يا ابونا. المسيح بعت لكم دول. ربنا يعوضكم يا ابونا. الا قولي لي يا امي انتوا كيف احوالكم؟ نشكر ربنا يا ابونا. على فكره سيدنا البابا يوحنا مكلفني اصلي معاكم قداس بكره. يا سلام يا ابونا دي بركه كبيره قوي. دي بركه المسيح يا امنا. اتفضل يا ابونا اتفضل. ازاي اتفضل؟ اتفضل. يعني فات لحد دلوقتي 3 ايام وما رحتوش لجماعة النصارى دول. مش ممكن يا جناب الشهبندة. احنا خدنا منهم كتير. لازم نستنى شهر او شهرين. يا جناب الجاري في واحد راجل بيجي من الدير كل يوم قدام يجيب لهم بضاعة اشكال والوان ياخدوها منه برخص التراب يبيعوها ويكسبوا فيها وما يدفعوش ضرائب. لو سكتنا لهم بقى شهر ولا اتنين زي ما انت قلت يا جناب الجاري مخازنهم هتتملي ومحدش هيقدر يقف قصادهم في السوق. بلاش لا تعادل. لما جناب الجبي يتكلم انت تسكت. ايوه انت تسكت خالص. لما جبان الجاني جناب الجاني انت اللي جايبني لورا. انت اللي جايبني. لكن يا جناب الجاني جناب الجاني لكن ايه لو وصلت شكوى للوالي مش هيحصل تخير. بس انت تقدر تتعبهم برضو.
انا قلت شهر او شهرين. مفهوم؟ مفهوم مفهوم مفهوم. امرنا لله. نشكر ربنا على سلامة وصولك يا ابونا بشنونة. ها قابلت التجار؟ جبت لنا احتياجات الدير؟ ايوه ربنا يبارك لنا فيك يا ابانا. كيف ابونا ابراهيم؟ نشكر ربنا بيتحسن. صلي له صلوات القديسين. على فكرة قداسة البابا موصينا اقول لك تصلي من اجل اولادك واولاد المسيح في كل مكان، لان الايام اللي جاية وعرة قوي. ربنا يرفع يا ابني. بلغني الخلاف اللي حاصل ما بين الامير شاور والامير درغام. صلي يا ابني. يا رب يسوع، انا عارف يا رب ان الجميع زاغ وفسدوا، واعوزهم مجدك يا قدوس، لكن يا رب ارحم ولادك، ارحمهم من الايام الصعبه اللي جايه. يا رب احفظهم، احفظهم من عدو الخير، لان لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. خزلنا الجاب يا حرامي. التجار دلوقتي هيقولوا علينا إيه؟ ولها في 10 أكياس وما عملش بيهم حاجة. أنت هتقعد تعادلني أنت وهي، مش فكرتك يا أختي. فكرتي؟ لا هي فكرتي لوحدي، ما أنا خدت رأيكم. خلاص يا جماعة، بلا فكرتك بلا فكرتها. العمل إيه دلوقتي؟ ده أنا سمعت إن الجابي فضايحه كترت ونقلوه. مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ مش ممكن ازاي؟ ما هو بقاله 6 شهور ما ورناش وشه. طيب والحل ايه؟ ما انا قلت له على الحل وهو اللي ما عملش بيه. يا ستي حقك عليا، ايه بقى الحل؟ قولي وخلصينا. شوشانة إلي من رأيها ان احنا نهيج الناس عليهم، نعمل فتنة يعني. درغم مش سهل ومش هيسكت، والفتنة دي احنا اللي هنقع فيها. طيب واللي يقدر بقى يقنع درغام؟ تقدر؟ امال هتشوفه. بس همتك بقى معايا إلي، عايزك المره دي تجيبني لقدام، ما تجيبنيش لورا. تتفق مع كل التجار انهم يقفوا معايا. شنون هتسافر انت يا ولد باذن المسيح؟ بكره ان شاء ربنا يا ابونا. تعيش يا ولد وتوصل بالسلام. عارفه بشنونه ايه؟ لو هتسافر بكره هتوصل على عيد دخول السيد المسيح لأرض مصر، يعني هتدخل معاه. هو أنا استاهل يا ابونا إبراهيم؟ استاهل كل خير ومحبة يا ولد، استاهل كل خير ومحبة. شنونة اسمع يا ولدي كويس، اسمع كويس، شدد إخواتك يا ولد، زور الراهبات وعظم بمواعظك الحلوة الجميلة عشان يثبتوا في الإيمان المسيح. ربنا يساعدني، بس أنا كان نفسي تسافر معاي. أنا؟ خلاص يا ولد، الزمن والسن يا ولدي ما عادوش. وبعدين أنا هسافر لمكان تاني يا بشنون، هسافر لمكان تاني. أي يا ولد الزيت جرب جرب يخلص يا ولد. يوه ما تقولش كده، ربنا يديك العمر الطويل، ده انت اصبى مني. ربنا يباركك يا ولدي. مش ممكن، لازم تحصروه وتمنعوه. لو تقدم خطوه واحده داخل البلد هتبقى كارثه. يا امير درغام، الامير شاور مش ممكن يقدر يدخل، جيوشنا وعساكرنا محاصراه. ان شاء الله هنشوف طريقه ندخل بيها لمؤخره الجيش. مولاي يوسف الشبطاي التاجر طالب مقابلتك يا مولاي، ودوات مقابله صرف. استنى خليك. امر مولاي. وقت غريب لطلب المقابله. مولاي ازيك يا شبطاي؟ من قبل الايادي يا مولاي، وجاي اقدم لجنابك فروض الولاء والطاعه. وقدم لمولاي الهدية الجميلة ديت. ايه يا شبطاي،
هي دي الهدية الجميلة؟ ايه تجارتك بارت ولا ايه؟ اقول لك ايه بس يا مولاي، الله يسامحهم بقى. تقصد مين؟ التجار النصارى يا مولاي، فرضوا نفوذهم على السوق كل ما هم بيستقبلوا كل القوافل اللي بتيجي وبياخدوا البضاعة الجميلة وبيسيبوا لنا الفتات يا مولاي. التجار النصارى شاطرين. مش مسألة شطارة يا مولاي، بصراحة بقى مسألة خيانة. خيانة؟ متأكد؟ إلا متأكد يا مولاي، طبعا متأكد. طب إيه رأي جنابك؟ أنا شايف بعنية دول اللي هياكلهم الدود في يوم من الأيام. راهب اسمه بشنونة يا مولاي، أيوة، خد منهم مبلغ كبير أوي أوي أوي، وركب حماره وشايفه بعنية دولت ماشي ورايح معسكر الأمير شاور. أيوة يا مولاي، وانت عارف بقى جنابك يا مولاي الرهبان، لحد بيفتشهم ولا بيسألهم انتوا رايحين فين ولا جايين منين. سامعين اللي بيقوله يوسف يا مولاي؟ اذا كان امين شاور قدر انه يوصل للتجار والعامه يبقى لازم نتحرك بسرعه. معنى كده انه بيشتري الشعب. اسمع، لازم تتحققوا من الموضوع ده، وامر مني اي تاجر او اي فرد من افراد الشعب يتعاطف مع شاور او يقدم اي مساعده يقبض عليه ويسجن. امرك يا مولاي. وانت يا يوسف تعرف التجار دول؟ حافظ اساميهم يا مولاي، اسم وعنوان. خلاص، هنبعت فرقه من العسكر تتحقق من الموضوع ده. قلت لي الراهب اللي معاهم اسمه ايه؟ بشنون يا مولاي، بشنون. لان لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. بسم الأب والابن والروح القدس، إله الواحد، أمين. الحمد لله على سلامتك يا ابونا بشنون. الله يسلمك يا أمنا. إيه الغيبة الطويلة دي كلها؟ 6 شهور. لما ربنا أراد. بكرة بإذن الله عيد دخول المسيح لأرض مصر. كل سنة وانت طيبين. وانت طيب يا بونا. عاوزين نسمع بقى منك كلمة كده عن دخول السيد المسيح أرض مصر. شوف يا أمنا، أنا عندي مشوار صغير أخلصه، وبكرة بإذن الله أصلي معاكم قداس عيد دخول المسيح لأرض مصر، عشان اليوم ده لازم يكون عيد لدخول المسيح لقلوبنا يطرد الشر منه. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحفظكم ويثبت إيمانكم. أهلا بك يا أبونا، وحشتنا قوي. ايه الغيبة الطويلة دي؟ ربنا يخليك يا معلم جرجس، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا ابونا. بقول ايه يا ابونا، عايزينك تيجي تتغدى عندينا. لا معلش، سامحني يا معلم، خليها مرة تانية. اصلي ولدي تعبان قوي ونفسي تيجي عشان ياخد بركتك. طب اقول لك، خليه يجي يصلي معانا القداس بكرة، اصليه في دير البنات وربنا يتمجد. يا ايش بتصلي يا ابونا؟ ربنا يخليك يا معلم جرجس. ده مرقص ولدي وحبيبي. ربنا يخلي. ودي الغلبان امه. تعال تعال يا ولدي جرجس. لا 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 يا ابونا، هو مش سامعك. مش سامعني؟ كيف يعني مش سامعني؟ اصل مرقص ولدي وحبيبي وهو صغير صابت الحمى، فقد بعديها النطق والسمع، يعني دلوقتي لا بيسمع ولا بينطق. ايوه. طب قربوا هنا، قرب. تعال يا ولد. اقعد. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح،
الذي تكسو له كل ركبة، والذي فتح أعين الأعمى وشفى الأعرج وطهر الأبرص. يا رب كما قلت ادهنوهم بزيت فأشفيه. الرب يرفع عنك بقوة الروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة إلى الأبد. أمين أمين أمي أمي، أنت بجد يا أمي، أبوي أنت معك أبوي. يسوع المسيح، أولادك في ضيق يا رب، حسد إبليس بيحاصرهم يضطهدهم. يا رب لا تدخلنا في تجربة، وإن دخلنا فيها يا رب قوينا انصرنا. يا رب ليكن إيماننا إيمان يعقوب الرسول لما قال: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. رب انت عارف قد ايه انا بحبك، وعارف قد ايه اللي خاطئ وضعيف، لكنك انت الدرع والسيف. انت قلت الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يا رب يسوع يا ابتاه، ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. لتكن مشيئتك يا رب. ما بولس الرسول قال: لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. وانت إيه بشنونة؟ أخذت منه الخلاص والنعمة والكرامة وكل حاجة، وما عايش تتألم معي. يا رب سامح ضعفي، دويني لتكن إرادتك لا إرادتي. هو ذا الذي يسلمني قد اقترب.
يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا كفافنا، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك القوى المجد إلى الأبد. آمين. شنونة من دير أبو مقار، أنا قادم للرب يسوع المسيح. قلت لي خدام عند مين؟ عند إله وإلهك اللي جه عشان يخلصني ويخلص. يعني أنت مش من أتباع شاور؟ يعني أتباع شاور ولا درغام ولا عايز أب. هاتوها رايح. يا يسوع يا رب. ده ايه ده كمان اللي في صدرك؟ ده صليب رب وإله يسوع المسيح اللي خلصني بدمه. انكرب وانا هخلصك من العذاب اللي هتشوفه. عذاب يا ولدي، ده انت اللي في عذاب. ربنا ينور قلبك. اتكلم معاه كويس. بس انا مغلطتش فيه يا حبيبي. يعني انت مش خايف؟ من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. اسمع راجل مجنون، أنت مش جاي هنا عشان تتناسى، أنت هتتحرق. وجد نفسه ضيحة ومن أضاع نفسه من أجل يجب. أنت بتجيب الكلام ده منين؟ ده كلام حبيبي يسوع اللي قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. مفيش فايدة معاك، حرقك. ليس لك علي سلطان، إن لم يكن قد أعطي لك من فوق. مجنونة. حرقوه. اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة.